السلام عليكم حنعرف ان بنجي ارنو عن توسعه جديده قادمه لديسني في الطريق اسمها هاوس فولز طبعا بدي هي المفروض ان اللاعبين يتحمسون لهذه التوسعه لكن إذا صار لا انه ما تحمسوا لها ابدا والسبب ان بانجي اعلنوا ان التوسعه هذه ما راح يكون فيها طول الريد طول الريد هو نعرف انه عباره عن دنجنز خلينا نقول او اماكن معينه كذا زي المغارات كذا تروح فيها ويكون المكون من سته لاعبين تلعبوا مع بعض وتكون مهمات صعبه تعاونون سوا عشان تحلونها هي المتعه الحقيقيه لدستني وكثير من اللاعبين زعلانين لانه يبغون المزيد من طور الريد فكون تقدم لهم توسعه جديده طبعا التوسعه غالبا تكون اكبر من الدي ال سي في الشيء اللي تقدمه للاعبين فتقدم لهم توسعه بدون ريد تقريبا اللاعبين يقولون هذا الشيء ما منه اي فائده، لكن بنجي يقولون السبب الرئيسي وش هو؟ لانه التوسعه اللي راحت كان فيها شويه مشاكل التوسعه كان فيها زعيم كروتو وكذا، فهم يبغون يتجنبون هذا الشيء فقالوا الحين احنا نزل لكم هذه التوسعه بدون ريد، لكن في المستقبل القريب راح ينزلون زي ما نقول دي ال سيات زياده او محتويات اضافيه زياده راح يكون فيها يعني تركز بشكل كبير على طول ريد فاذا انت من لاعبين ديستني يلعبونها باستمرار عطنا رايك في السالفه هذه، بس اذكركم ان التوسعه هذه راح تكون قادمه باذن الله تعالى في ماي القادم. يصير أن في لاعبين مثلا يتعرضون لاصاباتهم يلعبون بعض الالعاب مثل الالعاب الرياضيه تعتمد على الحركه كثير مثلا قدام الكاميرا زي الالعاب الرياضيه حقت كونكت او مثلا العاب زي كتار هيرو روك باند وكذا لكن لعبه جوال سبب لك اصابه هذه جديده، لاعب عمره 29 سنه من كاليفورنيا أصبع راح فيها من كثر ما يضغط لعبة كاندي كراش اللاعب يكون جالس يلعب اللعبة هذه يوميا على مدى أسبوعين بدون ما يوقف أبدا طبعا مستحيل إنه مو ما يوقف أبدا لكن قصدهم يعني إنه طول الوقت هو جالس بس يضغط باستخدام هذا الأصبع ولما شايكوا الدكاترة بعدها الأصبع يقولون إنه يفترض إن الألم هذا موجود فيه من زمان مو إنه تو الحين هو وصل زي ما يقول مضاعفات يعني شيء مرة كثير لكن وش إنه يقول لك إن المتعة اللي حصلها خلال اللعب تخليه ما يحس بالألم اهدى من كذا ابوي جيف كيلي هو الشخص اللي نشوفه دائما في قناه جيم تريلر اللي دائما يقدم حفل جوائز حق الالعاب السنوي كذا تكلم ويقول انه يتوقع انه فعلا قريبا راح نشوف اكس بوكس 1 نحيف وبلاي ستيشن 4 نحيف على حسب كلامه انه هذا كان تكرر خلال الاجيال اللي راحت وهذا شيء اعتقد انه واضح للكل لكن النقطه الاضافه هنا انه هو يتوقع انه مو بس اجزاء راح تكون انحف كمان يتوقع انه راح يكون في تعديل في المواصفات نظرا يعني انه الساحه الحين صارت اصعب صارت منافسة فيها أصعب بكثير من زمان أجهزة الحاسب الشخصي جالسة تتطور بشكل سريع يعني حتى أجهزة الاكس One 1 4 لو نقارنها بأضعف حاسب شخصي يظل الحاسب الشخصي أقوى فهو يتوقع أن الأجهزة راح تكون أقوى يتم تعديل على الأقل مثلا زي ما نقول كرت الشاشة أو حق رسومات واشياء زي كذا هذه كذا راح تتعدل بحيث نتقدم تقدم رسومات افضل، لكن الفكره انه لو سووا هذا الشيء هل هذا معناه انه راح نشوف العاب الاجهزه الجديده ما راح تشتغل على الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 اللي موجودين الحين في السوق ولا لا؟ هذا الشيء ما نقدر نحكم عليه حاليا، فعموما ننتظر ونشوف اذا كان كلامه بيكون صح ولا لا، هو كان ما يقول انه هذه معلومه مسربه، هو لا هو يقول انه يتوقع هذا الشيء. فاعطونا رايكم انتم ايش تتوقعون. Resident Evil Revelations 2 راح تتوفر باذن الله تعالى على جهاز بلاي ستيشن فيتا في الصيف القادم بشكل رقمي، راح تقدر تحمل اللعبه كامله نفس الحلقات الاربعه اللي عارفينها الحين موجوده، على فكره اذا انت تحب اللعبه كذا راح تشوف في فيديوهات نزلناها على قناتنا، عادل يعطي العافيه يعني مشى مسافه والله كثيره يعني في اللعبه اتوقع اول حلقتين او شيء زي كذا، تقدرون تشوفون الرابط تحت. تفرج عليها واعطونا رايكم كمان عن اللعبه في حال انكم ما لعبتوها واعطونا رايكم كمان اذا انتم لسه ما لعبتوها الى الحين هل تفضل انك تلعبها على جهاز البلاي ستيشن فيتا ولا على الشاشه الكبيره يعطيكم العافيه في عام المتابعه ان شاء الله أنكم كفيت ووفيت لا تنسوا اللايك سبسكرايب شير الاشياء ذي كلها كان معكم أحمد محفوظ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم